السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم اخوتي اخواتي في القناه ديالكم ناصر عايز فلوكس. مرحبا بكم في فيديو جديد ان شاء الله بحول الله اللي هو غادي يكون على الربح في المال. لذلك قبل ما نبداو هذا الفيديو هذا غادي نفكركم باش ديروا زر لايك ان شاء الله بحول الله نوصلوا لهذا الفيديو هذا 5000 لايك بارك علينا. لذلك الاخوان وريتكم بالله هذا الموقع هذا غنقول لكم بالله هذا الموقع هذا ديال اختصار روابط بواحد كيخلص اكثر من جميع المواقع اللي شرحت لكم من قبل. لذلك كما تشوفوا هذه هي ريتس شحال كيخلص هذا الموقع هذا 1000 زيارة ولا 1000 ظهور على مقارنة مع هذا الجيتس ايرو اللي شرحت لكم من قبل. لذلك هذا الموقع هذا اللي سميته اد لينك مي احسن من المواقع الاخرى ديال اختصار الروابط من ناحية ديال المال. هنا كنشوفوا بلا 1000 ظهور شحال كيعطينا في كل دولة استهدفتيها. على سبيل المثال 1000 ظهور للولايات المتحدة الامريكية تتاخذ 8 دولار في الديسكتوب اللي هو في الحاسوب وتتاخذ 8 دولار في الهاتف النقال. اما بالنسبه لكندا تاخذ 8 دولار 1000 ظهور وتطلق وهنايا في الهاتف تلقى 8 دولار 1000 ظهور. لذلك الاخوان تشوفوا السعوديه في جيتس ايرول على سبيل المثال السعوديه نشوفوا شحال في هذا الموقع اللي شرحت لكم من قبل. السعودي كما تشوفوا الاخوان 1000 ظهور في السعوديه تلقى تعطيونا غير 5 دولار، ولكن في هذا الموقع اللي غادي نشرح لكم اليوم كيعطيونا في السعودي اريبيا 7 دولار. لذلك هذا الشيء اللي خلاني نشرح لكم هذا الموقع هذا بانني كنقلب لكم ديما على الافضل وكنقلب لكم على المواقع اللي كتقدر تربح منها اكثر واكثر. لذلك احنا ديما كنغاديين وتنتطوروا للفوق وكنقلبوا على الحاجه اللي هي مزيانه والحاجه اللي تقدر نستافدوا منها اكثر واكثر. لذلك الاخوان الشرح ديال التسجيل في الموقع سهل جدا. غادي تكليكوا على الرابط اللي غنخلي لكم في الاسفل لتحت في الديسكريبشن لينك غادي يطلع لكم هذه الصفحه هذه اللي هي هذه اد لينك مي. كما تشوفوا تقدروا تقراوا الشروط. موقع صادق 100%. الناس اللي غيخدموا في هذا الموقع هذا وما خلصهمش الموقع يتواصلوا معايا في الجيميل ديالي اللي غادي تلقاو لتحت، انا غادي نخلصكم في بلاصتو. لذلك هذا الموقع صادق 100% وكنتحمل المسؤوليه ديال هذا الكلام اللي كنقول لكم الاخوان. الناس اللي وصلوا هو تيخلص هذا الموقع تيخلص فقط تربح غير دولار يصيفط لك دولار ديالك. لذلك الناس اللي غيخدموا وغيربحوا فلوس في هذا وغيصيفطوا لهم يقولوا لهم بالله بغينا فلوسنا ما توصلتوش بها يصيفطوا لي انايا انا غادي نصيفط لكم فلوسكم. لذلك هذا الموقع هذا صادق بان 100% وانا كنتحمل المسؤوليه ديال هذا الكلام هذا. لذلك الاخوان كما تشوفوا طريقة سهلة للعمل في هذا الموقع كرييت ان اكونت تفتح حساب شورتن يور لينك تتصغر اللينك اللي غتستهدف به الناس ايرن ماني غتربح الفلوس. سهلة طريقة سهلة جدا. واي جوين اس علاش غادي علاش خلى هذا الموقع اجمل واحسن بلا تتشوفوا بلا هنايا تيعطيك 20% في الريفيرول وتلقى مهم المعلومات ما غاديش نقراو داكشي كامل انا ديجا قريت داكشي. من تلقاو هذه الصفحه هذه تتجيو لهنايا ماي اكونت تتكليكي ماي اكونت. انا ما عنديش حساب على سبيل المثال تنديرو ريجستر نيو ممبرشيب تنديرو الاسم ديالك على سبيل المثال الاسم الايميل ناصر عايز بلوكس الباسورد على سبيل المثال الباسورد هذا كنعاودو الباسورد مره اخرى كنديرو ايم نار روبوت وكنكليكيو على سبميت وتيولي عندنا حساب في هذا الموقع ديال بسهوله جدا. غندير سيف حيت غنخدم في هذا الموقع هذا ساينين غنتسجل في هذا الموقع هذا. كما تشوفوا بوم هذا هو الموقع الواجهه ديال الموقع سهله جدا على المواجهه الاخرى ديال المواقع الاخرى. كما تشوف ستاتستيكس هنا تيقول لك شحال من زائر جبتي اليوم شحال ربحتي من دولار في الزياره. هنايا الريفيرال الا جبتي شي واحد من الرابط ديالك شحال ربحتي من هو الموقع كيعطيك فلوس ماشي الرابط الاحاله هو اللي كيعطيك هذاك اللي جبتيه هو اللي تيعطيك فلوس ولكن الموقع هو اللي كيعطيك فلوس اي واحد جبتي له لهذا الموقع هذا. هنا تيقول لك الافريج سي بي ام. السي بي ام هي الا كنتي تستهدف الولايات المتحده الامريكيه هنا تتلقى في هذه البلاصه الصفر تتلقى 8 دولار. الا كنتي تستهدف السعوديه كتجي هنا تتلقى 7 دولار. لذلك انا مازال ما استهدفت حتى شي دوله الان لذلك باقي عندي صفر. بغيت نشرح لكم غير هذا الموقع هذا. هنايا مانج لينكس اول لينكس هنا تشوف لي لينك ديال كامل اللي صغرتيهم هيدن لينكس الا كنتي بغيتي تخبي شي لينك ويدرو هنا تتقول لك ويث درو. سمحوا لي بزاف مازال ما فطرتش الصباح هنايا في الولايات المتحده الامريكيه. هنا تيقول لك السحابات اللي سحبتي تيقول لك شحال سحبتي ديال الفلوس من الموقع. هنايا التولز الا كنتي بغيتي تخدم هاد التولز هذا كويك لينك
هنايا ماس شورتن لينك فول بيج سكريبت. الا بغيتي دير هذا السكريبت في الموقع ديالك تكوبي هذا السكريبت هذا وتديرو في الموقع ديالك، اي واحد كليك على السكريبت وتجي تسجل كتولي تتربح من كرابط الاحاله ديالو. الريفيرال هنا كما قلت لكم الاخوان تتاخذ الموقع تتاخذ الرابط ديال الريفيرال ديالك وتتشاركوا مع الاصدقاء ديالك، والموقع كيعطيك نسبه ديال 20% ديال الارباح ديالهم، وما كياخذش الريفيرال. بغيت نشرح لكم الاخوان راه يربح، الا ربحتي دولار كتاخذ الدولار ديالك، والموقع بالنسبه للريفيرال الموقع هو اللي كيعطيك 20%، ما تياخذهاش من الفلوس ديال الريفيرال. بغيت غير نشرح لكم باش الاخوان يقولوا لا ما نسجلش من هذا الموقع هذا من رابط الاحاله حيت غادي يبقى يسرق ليا فلوس، لذلك راه الموقع هو اللي كيخلصك ماشي انت اللي كتخلص داك الشخص اللي جبتيه. على سبيل المثال غادي نديروا على سبيل المثال باش ما نطولش عليكم نيو شورتن لينك. هنايا هذه هي الخدمه، هذا هو المكان اللي ديما غادي يبقى تجي ليه باش تبقى تخدم فيه. نيو شورتن لينك غدير هنا يور ايرول هير. على سبيل المثال غادي نكوبي هذا الموقع هذا. انا شرحت لكم هذا الفيديو هذا وشكرا لكم بزاف، توصل الفيديو وصل 127000 مشاهده، قريب 128000. على سبيل المثال غنكوبيو هذا اللينك هذا غنديروا له كوبي، غنجيو للرابط ديالنا هنايا نديروا هنايا على سبيل المثال نيو شورتن لينك، غنديروا هنايا نديروا الموقع غنديروا شورتن على سبيل المثال شورتن، غادي نصغروا شورتن هي تصغير سميتو، وكتاخذ هذا الموقع هذا كتاخذ هذا الرابط هذا كما تشوفوا كتاخذ هذا الرابط وكتحطوا في على سبيل المثال في الفيسبوك ولا تتحطوا في شي جروب. على سبيل المثال نديروا الجروب ديالي، على سبيل المثال تتكوبي ماشي انا يعني بغيت نقول لكم غير شي جروب امريكا، على سبيل المثال نديروا دونالد ترامب دونالد، تتلقى بالله تتقلب على مواقع اللي شنو مال الجروبات اللي شوف هذا الجروب فيه 22 مليون لايك. على سبيل المثال تدير لهذا لايك وكتجي لهنايا، على سبيل المثال غادي نستهدف الولايات المتحده الامريكيه، كتجي تتخلي تتقلب على شي كومونتير. بغيت نشرح لكم هذه، تقلب على شي كومونتير، يمكن لك تكتب كومونتير ديالك هنايا، تكتب لهم هاي فيزيت ذيس، ولا تكتب لهم جود نيوز واتش وات هابن ما غنزرب غنبقى ندير الاخطاء وات هابن جاست توداي، وغدير هكايا وغتكوبي هنايا طق تقول لهم جود نيوز. شوف كما قلت لكم الاخوان هنا هي جود نيوز واتش وات جاست هابن جاست توداي، انت تاخذ شي لينك ما تاخذش هذا الفيديو ديالي حيت ما غاديش يعرفوا شنو تنقول، تاخذ شي خبر اللي هو شي خبر رائع دار ضجه في الولايات المتحده الامريكيه، حيت تنقول لكم استهدفوا الولايات المتحده الامريكيه حيت تتخلصوا فيها اكثر واكثر، كل 1000 دولار كيعطوك 8 دولار. هانتوما كوبيت حطيت الموقع ديالي هنايا، حطيت السيت ديالي هنا، اي واحد كليك على هذا الرابط على سبيل المثال هذا زائر كليك على هذا الرابط غتجيه لهذه الصفحه هذه، غيتسنى غيدير اي ام نوت روبوت كليك هير تو كونتينيو، سهل جدا الاخر تيقول لك تسنى واحد 5 ثواني. دابا هذا هو الزائر، انا على سبيل المثال انا هو الزائر تنتسنى واحد 5 ديال الثواني. بالنسبه للولايات المتحده الامريكيه كيخلصوا اكثر الاخوان، لذلك كنحاول نقول لكم استهدفوا الولايات المتحده الامريكيه. تتسنى 5 ثواني تدير جيت لينكس غادي يوديني الفيديو ديالي على سبيل المثال، هذا هو الفيديو ديالي. هذا هو الاخوان، هذه هي العمل في هذا الموقع، هذا موقع رائع جدا كنصحكم تخدموا فيه حيت كيخلص اكثر والاستعمال ديالو سهل جدا. اي واحد واخا ما كتعرف حتى شي حاجه في الربح من المال يمكن لك تبدا بهذا الموقع هذا، يمكن لك تربح منه الفلوس. وبغيت نقول لكم بالله على سبيل المثال هذا كما تشوفوا الاخوان هاني ربحت 0.004 من الولايات المتحده الامريكيه. يلا دابا دخلت من ذاك الرابط كما انتم شحال تشوفوا، الا دخلوا 1000 زائر، الا دخل 1000 زائر هنايا هنا غادي تلقى فينا هو السي بي ام. على سبيل المثال نديروا ستاتستيك هنايا في هذا السي بي ام مازال ما تبدلش، تاخذ واحد جوج سوايع عادي يبانوا هنا الاحصائيات، غادي تلقى هنا 8 دولار حيت انا دخلت من الولايات المتحده الامريكيه. غنجيو للويدرا وغادي نوريكم بالله راه كما تشوفوا when your account reaches the minimum amount مهم يمكن لك
غتاخذ فلوسك في 4 ايام الا طلبتي لي على سبيل المثال الا طلبتي السحب ديال دولار وصلتي دولار هنايا وطلبتي السحب 4 ايام من بعد 4 ايام غادي توصل بالفلوس ديالك. do not contact us regarding payment before due dates. قال لك ما تواصلش معاهم حتى تدوس 4 ايام على سبيل المثال حيت هما متاكدين من بعد 4 ايام غادي يوصلوك فلوس ديالك. الحد الاقصى الادنى للسحب هو دولار. توصل دولار هنايا تقول لهم withdraw كليكي withdraw هنايا غادي توصل بالفلوس ديالك من بعد 4 ايام غادي توصل بالفلوس ديالك. لذلك هذا الشيء اللي بغيت نقول لكم الاخوان هذا الموقع هذا ما تيخلصش بزاف. داك الشيء علاش جبت لكم هذا الموقع هذا يمكن لكم تربحوا اكثر واكثر. هنايا مازال بغيتوا تقراوا على هاد لي تولز هادو. انا شرحت لكم فقط بعض الشروحات هنايا ولكن الخدمه ديال هذا الموقع سهله جدا. لذلك الاخوان غادي تكليكوا على الرابط اللي تحت في اسفل الفيديو غادي تفتحوا حساب كما وريتكم تفتحوا حساب هذا الموقع وتوصلوا بالاموال ديالكم في الباي بال على سبيل المثال كما تشوفون نديروا ويدرو كما تشوفوا الاخوان ها هي كاين تيخلص على سبيل المثال نجيو للواجهه ديال الموقع كما تشوفوا تيخلص بالباي بال البيزا هاد سكريل ويب ماني البيتكوين البيتكوين والبنك ترانسفير. الا ما عندكش هادو كاملين وعندك البنك راه يصيفط لك البنك ديالك ولكن حنا الاغلبيه كنستعملوا الباي بال عندنا الباي بال ديالنا والناس كاينين بعض الاخوان اللي تيستعملوا البيتكوين ولا البيتكوين راه كيصيفط حتى البيتكوين. وبغيت قبل ما نسالي هذا الفيديو نتمنى لكم الخوت تخدموا في هذا الموقع هذا واي واحد وصل دولار وطلب السحب وما وصفتش له هذا الموقع هذا يتواصل معايا انا نتواصل مع هذا الموقع هذا وغادي نقول له يصيفط لكم الفلوس ديالكم حيت انا هذا واثق من هذا الموقع هذا 100%. لذلك الاخوان غادي نذكركم باش ما تنساوش واحد زياره لايك بغينا نوصلوا على الفيديو ل 5000 لايك من فضل ديالكم وان شاء الله بحول الله نتمنى لكم السعاده ونتمنى لكم الخير وان شاء الله بحول الله مازال غنتواصل معكم في الكومونتير. اي حاجه كانت عندكم اي تفسيرات كانت عندكم خليوها لي في الكومونتير وان شاء الله بحول الله غادي نجاوبكم. هادشي اللي نقدر نقول لكم اخوتي بيس لكم شكرا لكم بزاف على المتابعه ديالكم. ما تنساوش الرابط ديال الفيديو الرابط ديال التسجيل في هذا الموقع هذا غتلقاه في الديسكريبشن لينك. السلام عليكم حتى الفيديو الجاي ان شاء الله. سلامة.